الحين كنتوا عن أوراق سنداودي على دقيس تيار كسر وهذا برامج كأكون كتطبعات كأحلى كانوا كلا تطبعات والبعض لا صعتان برامج كأكون كتطبعات كتطبعات كانوا حين كسر وقادم دونا أما عن وجه لنا هدي الله ودلا وقدره تطبعات كان أقل كدولة هوسة مقدسه حاك دعاي قرح لوجو دباتي مسؤولين كتر سن معمول كقبل كبنادر إيدات كلا وعن وحبة جلب سن يدو أو الشباب أي سي ودان دادين تدي جدد كمسلم كا عن وحبة جلب سن هذا برنامج كنا موضوع عيسى تطبعات كان وحاول نقرأ يا سيدي بارلو أبا بلو كراب برشيد الصومالية سي أي مال أغسو دي جيستان لغتك وحاها عرق جحسد محوس يا محاس لغا بران كرا فلالك عرق جحسو وقدم بيكي كدعي أغل كدولو دهوسي قبل كبرادر وحانا يغلق بقل يا برنامج كا شيخ علي وجيس ولا تليها دين عارمها إسلام كي مدحوينها سيدو كلا وحال لغي أبا إن برنامج كا مسورة قلا انت وصعدو عين وغسو بيرتو ودوميا أورك هواينكا غوبالكا برادر هاسي يشي داودياشي لغي سياشا وحايا فكركو دا مركتدو دكسو ديبان كران لنا عابرها بلشدا إيو قدكا تلفونكا وسيتو ساينوكا سوحي كران يغو موضوع برنامجكا مسو عالو أمتلوين كو آدن عرمهان كسو ديبان كران مركا كو وادو حان ربعينا كسو دويشي عالي وليس برنامج كلو كتلباتكا كو سو دويشي عالي فيسن بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله هذه هذا دوما سنتا فيسن موسى وأنا لو aad baad u mahadsantahay waayahay daawadayaal dhageystayaal barnaamijkeena hor u galeena daawadayaasha waxaan kala socdaan telefishinka qaranka baraha bulshada radio muqdisho toos baad nooga dhageysanaysaan wixii su'aalaha aad qabtaan telefoonka aad naga soo wici doontaan su'aalaha toos aad aan u galo sheekh Cali falaalka argagixiso lagu dhabaateeyay dadka rayidka ama mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda ha ahaadaan ama cid kale al-shabaab oo ay sii wadaan wali maxaa laga baran karaa marka dhibaatooyinkan al-shabaab ay sii wadaan waxay diideen inay tanaasulaan waxay diideen inay wada hadal galaan waxay diideen inay hub ka dhigaan waxay diideen inay soo dhiibaan wax walba hadii lagu dayay maxay tahay ama talaabada haboon in la qaado xilligan bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wa man walaa marka hore faysal oo ku salaamaya adiga imaada t v ga iyo dadka guud ahaan أعماشان ببرنتا يدلك لو أبيين وآد حنون كبدن ولوها يشعب كصوماليات سيس حكتن أسعة مدة تونسان كبدن ملك هوري وحن عدين إن أدت كنا يوهين إن مقع إسلام كالوسة مينا إسلام كنا وسن أعماشا سو كالولي إسلام بعين حديثة وسن شعب كل هين نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال دي مكجوك تدي بيسي كفارتي ووينيد أقران كوكسو دي يعني فذا حضاضة يظلم هذا يجرم كذا أبو جهل أبو لهب عقبة عتبة شيبة كل جود يوم مكجوجة مركي أسود جديد نسحابي ويري أبينك حاجة عقبة ثانية أي وضع السنة بلك هذا يا له هل ده سخط بحر مركي عادي قلنا بقول قال غير المدينة نما سود جديد بعد مركي دماتي نرجع لله يا أبين مدرس عتبة مالي سي مكة ينقل تدار الإسلام لا يقع كتريا نبي قدي صلى الله عليه وسلم هو استعمل هو المياه اللي لم أؤمر بمثل هذا بهذا وحانو كان لي مفرد الإنسان لغن كان ضد إلى الله وعن سكاجر سغيرة على الله سلم فلان على الله لغن إسلام محمد لكن لي مفرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لك طبعا إسلامك من الدعين أنت عدوك إسلامك وجري وردن ولقيت حتى عهدي هدي إسلامك وقارض لقل سيد قرانك إلهي وكشاري مرك لك بحاي ولوشي جري لما خيان جري سي سكا إلى اليان لأن الله ما أقول إن غفك صغيرة أو خيانة لو الله قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فامد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين قال هذه خيانة هي قدامة بلن أدخل أجرت إيكا قبعه ودرينت إني كشر غولا يعني أدوك شر غولك إيه خيانة ذهب الله بنا وعدي إن أدوك بحضي مركزنا إيو هذه سكتين وذكر بير نقطتين دقال أقل مركب حوية واحد لعي قبل كبنادر كدعي أما هريق ودعي ما لبضن وتعالى إيو حرمه إيو كل جود سو جرا وعمل هذا رنت لوجان نحو وعمل أرجع حين يعبس جرين يدل برارة دل كان دول إسلام كان حيس سد حقاب أم بوكو بنا هذا كليا إنه هذا قتل قاس مد قصاص وقف قف دل دلاي الله وعوري ولكم في القصاص حياة يا الباب إنه حد شرعي هو الأوجاي ومحكمة ذي صاح وكنت وقف كانوا حد أيو قلي حد كمال الأوجاي أسألنا ونهي إسلام القرآن كلا القرآن كنا أول شيء قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد فسدنا يقتل أو يصلبوا وحد الحراب على حدود تلك ما
lagu banaeyey oo jidgooyooyinka dadka dadkaduna jidka istaaga ee la soo qabta geedkaa la geenaya ayadaasaana u daliila iyo dilkaas inuu yahay ama qatrigaas inuu ku yimaado almudaafaca adoo wax iska difaacaya waa lagu soo weeraray dowladda islaamkaa la soo weeraray cadow baa soo weeraray qofaa la soo weeraray nin shirkadiis jooga la soo weeraray nin guligiis jooga la soo weeraray nin xaruntiisi jooga ku shaqaysanaya la soo weeraray marka was difaacaysa dilka noocaas aad dishay qofkaas aad u dishay waa ku banaantay ila naftaada difaacaysa laakiin waxaan banaanayn inaad qof adigu intaad khiyaano u dhigto aad ama weerartay disho ama aad qarax u dhigtay aad disho waxay saddexda midna aan ahayn marka horta kow taas waa al-shabaab aad ugu khaldiyan wax badan waa u sheegnay kolley waan hubaa culimmadooda qaar badan oo munsifiina inay ogyihiin arrintaas hadday ilaahay uga baqaan dhiiggan layska daadinayo dadkan layska laynayo inaysan diinta islaamka aysan raadku lahayn maantana nimankii jideeyey oo aakhri jira iyaga laftoodu iyo dadkay laayeen ilahay agtiisa maanta ayay wadayaaliin qubowti baa xisaabta uga socota marka taas horta waa masalada asaasiga middaan maxaa laga baran karaa wax badan baa laga baran karaa waxaa laga baran karaa waxaa kamid a faysalo in dadka muslimiinta ah ay ogaadaan in ilaa nabigu sal alay wasalam waxuu noo sheegay fitna inay dhici doonto fitan ka qidci ilayl mudlim yusbax almu'min fiha mamsi kafira yacni sida gobollada mugdiga habeenkii oo kaleeto fitan iska daba dhacaysa marka aakhiru zamaankana waa lagu jiraa fitantaas waa jirta fitantaas marka ay timaado waxaa loo baahan yahay marka kow in horta ilaahay lagu xirmo oo harajka markuu bato ilaahay baa la aadaya dadku inay xagga cibaadada iyo daacada iyo alla kacabsiga ay badshaan oo ay mar walba ilaahay ku xiraadaan leanno fitantu si fudud bay qofka ayay u xiiraysaa sida timaha looga xiiro madaxa ayay u xiiraysaa dadku waa la-aanayaan si fudud bay isaga la-aanayaan jiro la-aan waxaa la-aan fitantaa laynaysa marka allah marka lagu xirtaa taasna xadiis saxiixa kusoo aroray hadda ma rabo inaan waqti badan ku bixiyo waxaa kaloo laga baran karaa qodobka rabo inaan ku daro in lagu dhabar adeego oo dadku iyo cadgagixintaas iyo cabsigelintaas aysan gelin baqdin ay niyadooda ka jabaan shaqadooda ay uga cararaan yani dalkooda rajadii ay dalka dhisaayeen ama dowladnimadii ay higsanaayeen maanta soomaaliya waxaa dhulka dhigay waa qaraxyada noocaan oo kaleeta iyo khilaafaadkii qabaliga ahay iyo qabyaaladda iyo maamul goboleedyada dowladnimada aan qiimeynayn qiimaha ay dowladda dhexe leedahay aan qiimeynayn oo adduunka ka harsan oo ka dhacsano maamulka maamulada xaafadaha ah runta aad u liigta oo dowladnimadii dib usii dhigaayo waxaasoo isku tagay waxaa looga gudbi karaa oo cashirka ugu weyn laga qaadanaya ay tahay in lagu mintida dowladnimada la jeclaado midnimada dadku inay wada noolaadaan in lagu noolaado way sheekh cali muddo 10 sano ka badan ama wax yar maaha intaas al-shabaab dagaal bay wadaan dhiig bay daadinayaan qaraxyo bay geysanayaan dad bay saxaqdaraa ku dilayeen welina waxay ku adkaysanayaan inay sii wadi doonaan dowladda jirta hadda oo dabcan waddankan oo dhan waa waddan islaam ah maxay tahay diinta islaamka markaan oo kale maxay faraysaa oo looga baahan yahay dowladda laftigeeda inay qaado tallaabooyin aad u mahadsantahay su-aashaas aad ay wajihi u tahay horta haddii afcaashan oo kale ay dhacdo dowladda lafteeda waajibaad sharci hoo saarnaa jira runtii in badan oo kamidana wax badan oo u sheegnay mana muuqto in loo istaagay waana in loo istaagaa horta guud ahaan in dowladda xilba waxuu ka saaraya dalka inay amnigeeda gacanta ku dhigto waajibka dowladnimada mas-uuliyadda dowladnimada taas qodobka labaadna waxaa waajibkaa sidoo kaleeto ummadda maamulka markii la aadaayo oo amni la sugaayo in dadka lagu og yahay oo maamulka loo diraayo aada loo fiiriyo la hubiyo khalfiyadooda la siiyo dhaqa maxaan ku yihaha towjiihaad ah akhlaaqiyaadkii ciidanku ay lahayn amniga sugaayo waxaa la yihaahdaa waxaa la yihahda akhlaaqiyaat aljundu saalix askariga waxaa kaloo yihaahin carabtu waxay yihaahin xaamiyaha xaaraamiya qofka waa in qofka ilaalinayo waa inuusan ahayn kuwii laga ilaalinayo waa inuu ahaado qof asagu ah mudan leannuu shan arrimood buu ilaalinaya dadka diintooda iyo maalkooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo caqligooda shanta marka hore asaga waa inuu tiisa shantooda badbaadsada waa in diintiisa sugan tahay caqligiisa sugan yahay daroga aan qaadan la ogyahay maxaan ku yihahdaa wadaniyadiisa iyo daljeceylkiisa dowlad jeceylkiisa diin jeceylkiisa marka dad nukba ah oo nadiifa oo la xulay oo akhlaaqiyaat yacni quwaat alamniya lena waa in loo diraa amniga taasna waa shardi waxaa kaloo laga maarmaana oo dowladda runtii si gaar mas-uul uga saaran tahay maamulka la dhisaayo ee howl loo diraayo sida aan kan gobolka kale kasoo qaadano waa inuu ahaado maamul isku duuban boqolkiiba boqol la hubiyey inay wada shaqeyn iyo tanaaqub ku dhexeeyo leannu haddii wax yar oo tasaduc ama khilaafa uu yimaado maamulkaas waa dumayaa wabitaali amnigu gacantuu ka baxayaa ilaah qur-aanka noogu sheegay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum marka taa lafteedu waan rajaynayaa inay yihiin maamulada mar walba laga saayo noocaas laakiin waa waajib marka laga hadlayo siyaasa alamniya waa lagu daraa qodobka afaraad muhiimka wuxuu yahay
إن شعبك إيو مامولك أو مامولايو إيو قوات الأمنية علاقاتو كل حي وقضة مهمة وتناسق وجرو لسكوض كابايا كان أسوقنا أدو مهم كأو ما شابه كما قان هادر رنتي وأن رجيني نوح بدنا مسؤولين توا وذاقنا إلا كان وحواي دقال كان دقال فكرية واي دقال عقيدة سلك لو قرية واي سخل دان وحال لو بابي كرا لو بربرين كرا إن عقيدة دي دقال فكرية وعقد دي أسوقنا وعقيدة دي سحبة هذي يمدان بعض الشبهين كاللي دليسنا يمشي كي يمين إن 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 الله له ضد الله له علماء دي ويجوجان غنتي وابس الشاي مراجع لشرع قواتها لكن أجهزة دي اسكدوا يسي أو المقارعة الفكر بالفكر فكر فكرة لو قرتها ديار اللي هذي والأمن الفكري ديار اللي هذي أما سدوا اللي هذي إلى هذا الله من أغاقا وحبذنا وسون جيدني وحل الحل العسكري كلية ما كرو حل جنب النقية هذا كلية فكر لو قرتي كرو حل جنب النقية هذا مرك فكر ك لا لبس لايو ضد بدنا افكارك سوق عندنا صح حران دونا سيدي عبد الله بن عباسي اسمي سيدي علي ضد بدنا لكن مرك او دميس كوم تمردين تو نقض او دمبايا ايا نقون دور وحكى لك مرمانه فيصل رب قدر انا قدر شباب كلفتيسا اسكو ضد بدنا با قراب الله ضد بدنا با يقان ضد بدنا با قناستاي اي يتعاملان وحيابها لك مرمانك وحكمده الا ابورو رجقين حوار رجقين كل سنه أو قف كي ماذا أو شباب كي ماذا كذا أنتوا سنة ما كهر ماشي وهذا يوحى ولا كل مدونة مستقبل كيسة وحبذا لا قرر لا نهضه ميديا الله مرسي ضد كأي قد احتي كان لو جوس دي مرسالة داس تام عن هذا وحى وين المركز وين لفرو أو حوار كي دقة علنتة وذا يعني وذا هذا الك حركات كنوع عن الشباب يجوه ريانا شباب حركة عروس وهاي مدرن إسنادي إمكانيات بدنا هذا يعني صامرتي ولو هذا ضعف وكسره مركز ولا جمار ما مركز إيه وده هذا هي مركز نوع عصي دول بدنا نسميه الجزائر سميه السعودية العربية وسميان دول بدنا وسميان هذا كور زارو مرة شركة علماء إنه حراي وحول وده يروح كيلو تينو هايان ولا أستري فين ما هو ما غمالو مالو نوش يعني كوي تون دلك سوق بشوري أو أفكار تانو كله كجفتو وحيس كورها عينو يري إن أن قري عارض يسلو حل كله يعني واجب تا إن لو قرتك فكر نيجيريا كم ذا هذه مالية كم ذا الصومالية وتتلا آخر مركا تانا وقود مركا قود مهمة مركا سؤال شذي هي الدولة ده محل قد بون سعر تان لو عرب ترويس أسكسو عن إلى يوم القيامة دولة مدعوينا كسته حكومة كسوتي ما أفر سنة جوجان أنت جوجان واجرا هذا الكوك لا ما رح لاين ولا بد إلا قبل قبيه وين محل قبل قبين كلا إن لقى هذا استراتيجية عن صوت شاقي يوحي كلو كده من روسي ترى وياه هل دعوة الإسلام كجرتي كوحان ولا أك أم أك باجري أو قوارب لغوية. محي دين الإسلام كنا كاس طريق الله مري الوح اللي يمنوها. سيد حجدا الله مري جد ككوي بضحوها دولة سيد علي طبعا هو جامن أي وخليفة المسلمين أها يعني أمير المؤمنين أها صالح أها جنة إلهي لوج بشرية سجنال نوجي نجد كيسة جبريس أوسية أدو جعلة مركور الدولة شرعي علي بيكون غميسة بحذافيرها دين تسلية بيكون غميسة. قاضي جوجا محكمة دوا قاضي صالح الأوجي هاي وشرع جلاه أوجي أسكره هو صالح عدالة باجرة مطلقة تلاذ الشورى أي كسرة ولا تشي هرت التاس دولة دلفت هذا أو جد كأي حيث تأوي هاي جد شرع عادي وافق سمقولك بقول قيبك مذا يد وحل وقعت كذا لأنه ترويج يعني دعائد ومهلي كران هنا يرهن دولة إسلامية نسينا دولة دولة جلس عليه وقام هاي مركو وهرن أضد كران يعني يقنع كران قاضي كل بعض نروحه وهذا هذا لا لا عبد الله بن عباس ودر سيد علي رضي الله عنه افتهن وانا من النبي صلى الله عليه وسلم اد وجعل افتهن عالم انت قلت لي حوار رسمي شبهين كودي مد وبري راكب هذا شبهين كودي اني هنا سيد علي وحن قال لي سين حضرتنا ولا قال انا رجعنا يونس علي حضر قال لي سين قال لي ولد دير راي بقول له شيء بيدين وهذا مد هذا كون دوك استان قال لي بقول له شيء مركا سو قان سين وحقد صدق وكان قال سيد معاوي عمرو بن عاص صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا غني مركزه سبحان ردي وحولي وجوابيس كم ذا هدي التحكيم كو قادير التحكيم كو التحكيم كو هاي ابو موسى العشري عمرو بن عاص وحالي الله صار قد اهان قد قاسا مركو حسو صارين قضبه التحكيم قالوا بهي مركو حواي وحولي مركه هدي الهي سبحانه وتعالى دا بدي روقفك محرم كه ودلو وحي رودلو شبر بالا كدغه او يونسي دي قال ربا او كواجب اي الله هلو لو حكم الله صار حكمين وعادل ميسن ديق صحابه اسكو قوانا المسلمين تمدين مغرين حكم الله صار
مركزي قاركود كبرار وين أنا خلدنا يا مركز سوري مقستين واقف نبيل يعني إيه بضمك مثلا بس هذا نوع حيو يدنا وحيو يروح وقعدت كل عايشة ولا دريسي ما أنا أدونسن أو هم ناقصة مركز سوري حاس النبي صلى الله عليه وسلم إذا كل عالم كان يقول هذا نحن دقق مال هذا أنا يعني أتقتان فرح ميسان أدونستان مركز سوري لا قارب بضمك مثلا دين هان شخصية دودي مركز سوري إذا لم كبح هذا وكبح عنده سدح ذقظ مركز بقولك بس سديت إنك بدل مركز صوب هذه برامجي لباتنا كهرت لباتك كهرت سكست دي لغة نوعها أنا وسيفت على بقولك أربعة مركز وحقوه الرئيكو هرت الدولة اللي افتيه ذو إني سدان شايفنا يو قصورك وكل اعتقادات لقي علماء أو صالحين ولا يقانون كل سوي هاي إذا ما أخلاقيات كل رئيس قبل كعدة لو دي باي أدلو في ريو دد سكون دومين لو دي بو دد ك ديجان كلفتيس علاقات في عنا لي نقدان دد كمامك هاي وكسعودة يا كوا حوار إلا فرو حوار كاسكو كصبح عن أهل وسهل كوا جدا ما يكسب مهدي ده أنا ماشي روك أربعة يصير عالم ماشي روك أربعة كلام وياه وياه أتبغ بس هاي برنامج كنا خطورات كوجود جنا داو يا لجيسيال قدر نحتال بان قادة لنا كده بنوصل سؤال بدلنا الله سلام سلام كل كيو نيم كان هروب البصرة هو هذا ما يستطيع أو ما توي عجيب هذه هو ونحسن أو سيدي سيورا اللوس عليه وها شرف ياه رنتي إن أن ما أنت جد كان عنكم عاوني عبد الله سلطان تم عدي وهليه صوماليات dagaasiyaal barnaamijku kuna ku toobadka ayaa ku guday jirnaawli waxaana uga hadlaynaa wax laga baran karo dhibaatooyinka argagixisada ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed iyo sida bulshada loo abaabulo karo si looga hortago dhibaatooyinka argagixisada ay ku hayaan ummada barnaamijku waxa la qabgalayaa Sheikh Cali Shaah Maxamuud Shaah Al-Wajiz برنامج كل خطوات أقوسه لوينيا، هرو نقوس على برنامج كم، هدي عن سواش أقوسه عديو كدومية، محل لقى برهن كراه، وشرا كل لقان جول كبلادر أي كبرهن كراه، دبعتوي كان على جحصدة أي سيد جوبتا جوبتا وهايا محاصلة جدبن بشرة الصومالية عاصمة كل لقان. إلهم عاد سنتمر كل الجمعة ونحسن من الصومالية، مكروه حلينا لله وإنا لله راجعون. أنت دي متي لا يهون حريستو أنت دعو عن لا يهون بكسين وحيلته هاي وقت بدنا نسوي جوني محاك بران كنا أنا وحنو أركا شعب كم قال ده عن يوم ده كنا ولا صدق الصومالي وحنا وح كبرنا بظننا نوصل عين مكا سوفي رصيد وحبا مدائن ضدكو أرتقفك مركو لما نايو إذا ما إذا كرتوه ضدكي ماشي معنتي لحد ذي وجود بيسير وحنو كبرني ما علم بمركا في رصيد وحن جونا تي وحنون كبدني وحن أركينا مركا إنا تاي أرينا ذو حنون بدن وحلا جبران كرنا وحنا ونسوي ديننا ما وحن جبران كرنا حيتكو وحنا إسلام مركو إنا أجانا قف كبحاي إنا قفنا إلكين وحن جبران كرنا إن أي جرتو دتكو إنا وح إسكول علي لايان ولا لي سوحو لعين سوحو لعين وحكار ريسو هرت محن سوحي لنا اللي سويدي شغل ويسقطا هوشيا سقطا دلكو maalin buu ku talaabsanay horumar hadana maalin walba bulshada indheedii aad dhimanayso taas waxa muuqdo waxa jira dagaalanka marka loo fiiriyo argagixisada iyo cadawga xarib jiidka loo siyaasadeed aniga ii muuqdo kaas oo dadka dhanka ay raaci lahaayeen ama wanaaga ama xumaanta meesha raaci lahaayeen dad dhexo diidana jira marka inta dadka dhex ay diidayeen oo qofka mas'uulka ah oo leeyahay qof bulshada ay rabto wax loo dhiibo قف مقالد مقدسه كل شيء أي مقالدان حكيا ماير حكول شيء مقالدان
مركر وحليجري وحنا لو كنا قفا ودلان واودش وكبر با حبه وبرت وش قيناي قف دم بقول لهم لو كنا ما جرت ما يركب قالها ذا كله وعمي ضد بدن مهما نو غدنتي مركا وحن كبرناي وح كلام جيراني انا وحن كبا ضد كسومالي لما ما دال قدو حق عباد الكسم سخري عاصمه دان وحا كسودو ضد كدين كارالكا وأنا اللي قاتم وحلقن كوز معلوم البحر اللي هذا وحونها ليال وحليلة مجنون ما يرى الصوت دورته هبل أنت على كلامه وحنا دور ما يان لنا دور ما إنه كاسن قم قمتنا وحكس عطه وبشدة الحليلة ما أنت يدي هذا الكيش على وجهه وحلودي هذا أنا وجهه جريء هدي أنا لسه لا قرب استعجل أنا وأكون نخض عدو وحمام ما ينسى وهذا ده دتك وحكود دور أنت بدن وأنا إيش ما يرى الصوت دورته ما يرهل من سدد كذا هرتاعن عقبتنا كبح ما يوايو إنه واحد دورتان أما دورتان أيضا ديار وعين دولة بدنا على الشقينة كم الجار كان شغلي أيضا دركة الشيخ شريف كشقينة مدحوينة كيان أنا وإيمد ما كان إيمد ما يركش هذا الشقينة يا إيه ما أنت فرماجي حسن شقنت أصل حيسو شن قدومي قبل ما حن كبرنا هنا ما إيمان يسو كيو قمنا وص حسنا كل شيء وأن ميركل لو كيني ما قرنا يقول هذا كلام لو كيني قرنا موضوعنا هنا كبحنو أربع ما سنت هاي شيء على هذه أقوس ولا أقطو دستور كسومالي إلا ذا هاي وح صل ودين إسلام وطن كورنا بقول كي بول وإسلام هاي ذا أمنية الدلك إيو فكر كعلماء هاي أي ودان والله ارتجيو فكر ذا حجر كا سديل سود حجرين كرا ما دام إنا كلام مرمي oo hay'adii amniga argagixiso ay la dirayaan ay ka hortagayaan culimadiina ay hayaan cilmigii iyo fakarkii loo hortagay lahaa sidee isu dhexgelin kara waxa weeye shan arrimood dheer la sameeyo oo la sii gelin kara oo aan la yaqaan mid ka mid ah horta waxa weeye sidaad walaashan u sheegtay waaye gudoomiye u sheegtay in shacabku iyo maamulkooda kalsooni kriiskooda in la xiro bundada isaga talaabayaan si fiican loo adkeeyo oo dadku ay ogaadaan maamulka adigu in leeyihiin oo aan dusha looga keenin meelka nuska imaan taas maxaa yeelay tacaawunkii keenaysaa iskaashigii qodobka labaadna waxa waaye fikirkan waa fikir diin lagu fasiray si qaldan lagu fasiray waxaa lagu baabi'i karaa fikir fikiraa baabi'iyo fikir qoralgun baabi'iyo fikirku waa wax macnawiya oo fidaaya waaye waxa weeye marka fikiraa baabi'iyo إن قبلك بنادر ما هنا مستوى هيك القيادة ذلك أوصل إذا أنا ذلك بيحونا حكم طبعاً إذا أضيفه قبل كنا سجاد سا ما رتي رجلون وهيد فلنت أوصل ريا ما هذا قرنك إني جو أنصتو إن فكر كان فكر لو غفتم سبعة وعيقلني محارم تي ما نجد ما فين كل حقه ريسا إن إذا ملا أمن السوق قبلك بنادر أخلاقيات كذا يوعيقل ربع الدين الرسمي walla baro waxay la dagaalamayaan inay afkaar hadii lagu dilo jana ay ku galaayaan hadii wax ku dilaan ay jana ku galaayaan taa sida hadisna ku cadaynayso eegaas waa laga marma wax allaah wixii daraagaysa akhlaaq xumo ku dhex jira laga baabiyo dadka loo dhiibayo madaxda waa inay noqdaan dad iyaguna akhlaaqiyadkaas oo boqolka boqol isku qodobkaas ku waa waa asaasi carabtuna waxay yiraahdeen xaamiya xaramiya kii laga ilaalinayo lagu ilaalinayo hadii kii laga ilaalinayo lagu ilaalinayo rajal kama qabo marka waa in kan ilaalinayo oo noqdo kii ficil ilaalinayo oo shanta arrimood oo shaqo aan u sheegno ah maxaan ku jiraa diinta iyo nafta iyo maalka iyo cirdiga caqliga shantaba tiisan ilaalinayo kuwa kalena ilaalinayo lagu aamin karo kow labo ama saddex aan dhaho waxaa weeyaan in masaajidda ku yaala degmooyinka rasaalada laga gudanayo khudbada iyo muxaadarooyinka iyo duruusaha baxaya iyo in maamulka degmooyinka laysku xiro waayo oo dadka masjidka ku dukanaya ay ogaadaan rasaalada degmada ka socota inay tahay midda masaajidkan ka socota oo afkaarta qaldan meeshaas ugu cadday وإن طلبت منك الدقمة قبلك بنادر لفريسية قضاد علماء أو إلهي كبقاي أو ليقانو أو قضيتك استوحى قبلك بنادر كدعا يوقنا مات يدك قضاها قضاء الشغل قلت يوحى لقوي من أنه قضيت سعد سعدن أو مارتي وتهليفي ما لك سنة مروك أنا لكن أنا جاهز قضيها هو مجرنو دولد أن سلاحي ولا معنا دولد اللي آذي محمد السلام مركا وإن قبلك قرصور كسع على ماشان وإن قضاد قرصور كسمين سلوك أنا قواعد قليل ممكن يجرى شرعي oo dadku markay aadaayaan ay ogyihiin boqolka waa in cadaalad kala kulmayaan taas daan la helina wax maanta taagan dhacayo ah in loo durirsado maxaan ku iraahdaa ilaa aadanimankaas iyaga ah oo saf loogu jiro nasiib darro xataa dad mas-uuliyiin oo qadaayaadkooda askar iyo saraakiil iyo kulligood ilaa cafisan isiina noo imaada dacwada noo imaada sida haddaba dhacday magaalada laga sheegay marka taasna waa garsoorka oo la hagaajiyo weliba heer degmo la gaarsiiyo
بالصور كان ملاحظ سرك الإقصاء التونية على قطعه ودك هي عدالة دي مدى إقصاد الإيمان وقبل كإقصاد الإيمان خذك قدام بيا لجمران كان روح واي إلا سمي جهاز أما هي أدلة إرادة هي أدلة دخل علين تأية يعني توسين تأفكار تقدم أو صلاة أو كوبن قبل كحبنا كلية هاي هو أقسم على ذي كجرا علماء كجرا تأويان كجرا باحثين سرك في كجرا هي أدلسنا بجت كذي يشرعي ذي الدولد أي ديارسه دولد بدن أي سمي لجسوك كبير لجفاي ديستو هي إن شاء الله كلفت هذا حوار لفره اللقد نقول هلا نقطة اللقد وهذا هذا السودوين ممكن ما قلت دمي واي إن أنكلي قري كل اللي بتاعنا واي أبى ما سنت هاي سؤالك على نوع نقولي بنوع دمن بين عدد وينها هي فرصة أهد الربان إن أمر تلوين هم سؤال أي سوق بيان داودها وهرية قد كوجرة هدي ومغلي حلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا المجا عاجي هل كان سوى عادي أنا جو حكى سوى عن نروين مجا عاجي مرة بينا شيغو هاي وما صنت هاي ورالكي وحن سلام الشيخ وسلام حفظه الله أيضا وسلام بارقة ما شاء الله وجيسيت صوماليت وأنا حسد أنا صوماليت أنت عقلي لو يحسد أنت مقرت أنا جا واحد أن كهالله ما بقى غني بس صافي تاعي وحنور الشيء قبل كان بنادر لفك قبلنا وكنا عانا وحنور كائن وهاي وحيك وعمود القصة وصلت مقرت عرمضوا خير الله سيره وحبنا ويكهلن وحبنا ويشجن شيخ القبا الله حفظه قابك أودغي أوه إن فكر لو هرتغو لكن تاسوحا كدران داتي قبل كبنادير ديجن وقن عصطلا أه وقويران أفرطن كيسان دولد بربورتي بغارها كوية الشي وان أغنى هيانوكو جوغن يوروب إني وحا أوير أو داتكو أي كغن عصطلا دوحوشا أه لورك دوحوشا وحان مغالي إنو سغال دولار أي تكو غاران باتكي لابي طبان قده إيكو سغال غاران كان عصتنا واي واحد دميري مقدشة ضدك بباشي ديجا ضدك كعشورتا ديجا ضدك كوبر باري دولدة يعلوم ماذا موضوع ببرامج كلية هاي هدي الفكر نقول بيري نسو وحا هذا حلقو أركت نقول بيري هدي السؤال قبتن سعيش هذا نوي بي أذيو موضوع كلية كوي كان يو حوا هاي دولدة مكي لفع ديسان ايه قد بيها الميسيس جاس إن قاعصتنا مقدشو أنا قاعصنا جديما إن كرت قوت نغالو للعرية يمشو أولا بابا شو نهديدو دا هاي هاي وفك عربة كوجرتا وحلقية عبا أنا تحنوسنا سوحا دعاي وهي داولاها كلاقاتك كوجيرا بان أقول بينا هلو داولاها حقاقاتك كوجيرا walaa maqlaya walaal barnaamijka toos ugu jirta soo dhawow magacaaga halka naga wada adiga codka kor u qaaday wa maxamed usmaan aadan maxamed xaqii joogta qadimaa wada jir maxamed barnaamijka dad la socota hor u gal waay wa ka xumahay maamul jawaahir aan ku soo laabto gudoomiye bulshada Soomaaliyeed haweenka waxay u yeeyeen dhaxad dibto ugu badan iyaga u nugul markii ay wax dhacaan dadku ugu badan ee saameynta ay ku yeelato ayaa mataqaan ay yihiin haweenka Soomaaliyeed laftigooda soo lama gudbo inay sababulaan oo aan dawladda kaliya abaabul ku saabsan in nabadgelyo la helo hay'adaha amniga la taageero aan loo aan laga soo kuma santay waxayna tahay دور كيسما سارن دور كاويك سوماليد و ادي هي وانا مد انا سلاي هي كو وحبرتي كو شقينا هي هرمرك اي دولد نمد حويكا بتير وانا نو سلاي هي ودن جعيل كان انا غا بيسو انا وحن اركا ميشي لاضا اني تاي علماء حقيده يا قناصتده يا اقويانك لكن دور كاويك و دور عد علماء وا كلا قيسنت وا علماء دهن دغن او ايغو لا الىاليو يكون مول عيد الجو ودير قد حيسو مركا أيجا كذلك تدون بعض ماذا نفتر كل ذكو علماء ذي مثل واسيدو الشيغا ذلك مجرو وحمي ذيسان قد بدا جمعا دولد مانا كفر قريسو مانا خوستي مادو مركا عربتو مساجد ذو كيال مقانا ذا إيه دوكسي ذو كيال كل قد يغطر كوباني قولك بنادي مذيال
حلين وجميلي وحنا نو أركا مركا فكر كان نلقو دمينا يو نقب كباب أنا أصل كم علم ذو قيمة وحاجة أصل دين تابنا القصة قلبي وحنا نو أركا هو يلصو مالنا وحنا نبنا مقصودة وحنا نبنا مقصودة كنا هاي مالنا والبعد على هذا هذا كذا كوجري أمني وقف كل دي باي حدوين نقضي كيم قال هذا ملش ما يركي مجال هذا إنه يكين تجوا الرماه جذاني كجوا مركل بعد دولة دوا فدرال و 4.5 قبيلة كل سنة ما أركن مجال هذا الحين دبعة هذا ديجان كان كسر جيدة حتى أيقون أنت بين أدن كويرتو سيناي أتكلم الحين دبعة هذا مد على قضي مد بي قضي مركل هدي الله ده ليه لايو ما يركي هو مركل سميني هدي مدحويني إبراهيم نستك وذا شقينا يا هدي مجال هذا الشق كسرته أنا أقول أركايا لبعض الصومالية يسطو سياسي وحربا سياسي دنقار له سياسي ما أنت ربا كان جوغين وككعصدو ما أنت كان إمان دونان ربا إنو أسوق نقضا كان في عام دادك أشيغو دادك دقانا ديكو كل جيران إنت دادك قانا ديكو كل جيران وقبيلي قبيالا ديكو قوحيسو أنا وحنو أركا رولو ماذا إدوال با إن هاد كدي بوغان لسي وحنا سمعي دليسو كان أنا وكالنتين وي عدان كله دورك وينك وعدياي دتك وصو صارنا دغموينك انا مانتا مغالدا ايمان اي قدومي اورك وينك نكوناي دغم دغم ديده وحدان ايان سمرنا واح واح اوغليد ميجرتو مانتا علنك جمهوريه يا علنك غوبلكا وا اسم ارتيبه قادوينا واحد بوخ دوا قبلها الصوماليه قبلها الصوماليه هبيني مالي شقيان تي قربها جوقتي عرورتي قاداي المين حبسيده غلين المين وين دباتيسين المين دغاي دورتين المين ميد خرحينايا ميد واحد دلاية يمد واحد لقى دقي أسرع واحد برتاي جورج فديا واحد آمن سنة لبعتر ذلك الرجال نوبيستي وقبض الرجال كتم هذا أنت قليلة إننا وعيها أنا وعوين كصوماليات بتاتا وحبنا نقوم إمله إن الرجال ذلك يدك على جرب أبو بعنتي جرب أبو بعنتي وعي هاي تلفون كأكلابتو في على كوسو لابنا يا ودي ودولة كوجي نقطة حلو السلام عليكم والله بركاته ولا سودو ما عايزة يالك من الصباح. وما سنت هاي ودوه هاي ما عايز وسهرة حنك صهاد لي مجال هذا لندن. سودو. ودوه هاي ولا الك هذا ما سنت هاي وان سلام يا جواهر الشيخ علي وجيه صلى الله عليه وسلم وان سلام يا سلامك بعدي بدك الصومالي لو حلا هاي هرتا. إنك صو برنامج كه حل محا آخر حرب أنا قهر مرصود هرتا هنيت شبنينا كل جن هرتا كل يجي كل يبقى أما هذا رات أما هذا وتوقف البكت كيس وسوق الجو أنا كلينا الله يدمه ولا كله هرين منكم ولدك وسوقنا الشباب كت كي يجينا قلي لهاي وسوق أنت سكبعري أنا قو حل وحرقها قبلها صوماليات إن الفرق ككعان وارون هذا الكريجواهر تري وارون قال الله سيو جرب وأباه نهاي لكن واحد واحد لا يروحه لقى تأمر دلني وويلل أنا وقصو قادنا على وشة ويلل الناس قصو دلني عن صو أبغيني عن صو تربيني أي سر نقي إلهي سبحانه وتعالى أنا جسوا جرو قبلها صومالي ده وحلاية هاتات كشك إسهام ويلشينا إن الكوتشيران أرنطان سوو قدية والايدين حرية والاقبت بادينية أمضة أيجان والاقبت بادينية أنا قتلان أن سوو تشيدين واصلها قبلو ياري بقي هلا إلى ليه المها إنها لغوهيو قفكي كشكية وح أسألون عدنا وحين هينين ودتك الدليلين هاي ذا قفكا وما كشكية وحان ربا إلا قبطه أو لحيرو واصلها رانيجا إسلاقي هاي إنا وحلوه لكرو علماء دانا وحان لقي والعلموي والله إذا المقلاة أدين كان إذا المقلنا وحد ما ترادانا المقلنا علموي إنا بقنا إسان إنا بميرد وحكا ترادين جلان ويسين أنا وما كان كارنا علماء دا أمتشي ندور كوري ما كولا وأي هردان وحانو مركي سوء وكان مايين علماء لسعوتي علماء دو خانا قرر يبن رقان وانا ببين نديلي قبلي قرح كسو حرية حتى سوريكي بمغفري سنة ينوغليني وانا عني داد كان وانا عني وان السمي وضن كانو كسو لاران لهين وضن كانو حكا خرسل لهين قبلو فادق هكاك عانو فرقر علماء دو فادق هكاك عدو انتاسان أنو فريا دادكي دنتو وقو تأسيرين يا إلهي سبحانه وتعالى جندي هجيو هنيت شرنينا ملكو موتكو وحق لكن وانا لكو دمبابي ونباتها نلوغيستي انتاسا خصو كوريا
أدبل ما سنتها سهرة وهي هاي ضد كلاسية فرصته وهلان سؤال كلام عن وهلنا فرصته وهلنا داودها كلاقتك وجرها له. عليكم السلام ورحمة الله توسع وجود تأسوده ومن عايز يعطينا نسوى على. السلام عليكم علي محمد دوير وما سنت هاي ما عايز. ما يعي واحد قادر علي جودة من وابري ما يرد نشوف. قادر هروق البرامج. ني وقت الحرب إن فيك كمواطن أنا وقت إن واحد برو إن وحياة حتى عايو إيو جودة بسبب. إن فصلوا وقت واحد صو أراده صو عن كوالي حياته. هو وح عن تمانس مرا عبري كرنا لكن ما دخلنا إيو هذا يعني تمام إنه بيك خسارة رض مكليانه. إن فصلوا إن عيدن كي بوليس Somaliyeed ee shalay soo shaqeeyay ee tan ECD soo shaqeeyay hadii aad inta aad fadhiiso wiil shalay adigu kula dagaalayay soo goostay aad garan Abu Qadir ala haw mowduuc buu leeyahay barnaamijka mowduuca ka hadlayna booliska ma aha laakiin sida xal uu heli karo xilligan iyo bulshada laftigeeda kaalinteeda ayaan ka hadlaynaa marka mowduucaaga hadii aad ka diibanayso karkaaga ama su'aal ka qabto rooga وما تنسى هذا طبعاً نور أرم بع المسؤول جديد وعلومه كسابسون وهذا السؤال شو كده بيزعل اللي حريته معك هرتاجن إلا بتقول ألي بعدين هنان الصب وعي ومدك وعي جليان حليا سريعة صحيح هذا مسنتين مانتين ذكر سؤاله سو يدينا ومسيين هرتمرك وجريسة حرب إن قيحة ولشان إني أدو وتوجع على هاي فكر كان اللي بيحسد فكر الصومالي كده شيء معه والنص الصومالي ما أقولين مسؤول كمها فكر كمان فكر عالمي دود كيمت ديار الصحراء ولو أنت بظن كيمت وده غرب ولا شيء ما يكون عليه أيو كيمت وحال أوجي هاي فكر كان ما شو كده شاف فلسطين هذا قال كي سديت ميد سقش على مشاس نما اللي يراده مخدوم أفغان عرب له بحي وشر قلبات كه هذا يجوا اللي يهين أسامة بلادن أو حريك آي ولا نسود دابل هاي يورب إيه أمريكا اللي أفضل من اللي رأوا حمزة المصري وأكتر لندن اللي سوق هذا سوق كده إنه أفغانستان اللي هذا اللي سوق هذا وأنا اللي عليه هذا بس هذا المساج كيس لوسي دي برنامج ملك رجل بعد يسوي السن وقوي آه واستخبار العالم يكسر شقي وشوش لو مثل قال يوارس إنه بريبا ملكه مهم داس وقلت كده بدك كلا يا عين كده بقى إيه قال ضبك على أساس هذا الدولة دي لوسي غيبي أنا عشان تنا موجه رسم الوسط ده وحي هذه نمك أو ضرح إيه وقامنا إيه فضول أو أفريقيا هاي وهل ما صار على كوجين وسفارة تنزانيا ليروبي سوق الحي حمر يمد سقاش ميدي مركب فكر الساس اللي وقر دادينا يو الرجل بادي ضد كلا يسكاش دينه وقاد قبل السنة مخابرات دولية وضع إلى حد أن إيقاد عندكوا هاي هرت تاسل اللي وقعدوا ضد كون ها وقعد عن رجستياش إيدا ويدا شبه إن علوصة ما لنا مأمورين كوي أفغانستان كي يمدو هذا آخر جران يقوم استجلاي حق الوكسوني بنو كل صوته برحمر لك يعني هاي مركب هرتو أنا علماء دان هاي بريا كنا شغالكم الين وفكرنا قول ريو هاي تامرك اللي يسوي قدو سؤاشي أنا هذا نمرك وسوي دي عبد القادر أدونا على السكبتي ودورك علماء صح علماء لما حاله وذي كجرا حال ذو حوالي دور علماء أي بناك السعودي ولا شيء خار مقهود خار ما وجران كليته كل جان ما المكلا كجرا يقول ما شاء ما هو خايف سنة دريقة يعيش قرن هو خايف سنة علماء ذا نظر وصوفي رجوا ونيا رجوا حكومة هاي علماء هيا علماء صفقة وراكم ليش محمد الباري در القرآن هو قام يعني قد جينا وانا سير يا أخي شخصي مش ذاك الوقت سو قد يعني هاي مركا على موضوع ما قيسنا مدرسة دي هريتي دم بوا من يسنا يعني نقول هل قد ينكو ذا جرنا مركا على موضوع قيمنا وقيب تاس أم هل يراد تالي دي قنت أم هل يراد بابور يستعران تاي وحيل الرحال يراد أيوغو ما عرفتي إنه يحق عدي يعني آخر آذان يعني كل انتان يقول مسألة عن عديق وعنصري. أي قال افترض نور جرى هدف لقى الثاني قال تلك اللي وصل قال شمر ولا وصل قال الشيخ بشير بقول لك على وجهه شخص مصدح جرى على وجهه يعني هذانا ثاني أول ما نحن وما نك بغينا حقنا وعدينا هنا. تاسفتوا أي علماء كلياته وظروفها أمن جاي جرى أوجد أنا أودي كرين أني ما دام أمن جاي وصل بقول لك بقولها أنا سعد أيام وقولي هودي كنا وبكاري كل حجر وحافظي كلا كل حجر علاش بيها دقنوا هرويد دقنوا
ما أودي كرنا أنا وكم قفصنا ما هو سحرنا وسحرنا هاي لكن ما ليه كرنا سدام هذا إنه هذا ليه ما كرنا لأن الظروف تان كنا نأكل كمان ولا مركا أنت أسمح حاسك حير كرنا مركا هريبة مش جاي وحاسك حير كرنا إن دولد ويا بورتو هي أدي ويند وهرت أنك شقين لهذا علماء ملك استي جوجان كوا بحان كره هذا هذا يكون هذا لمبا قاب كي فرين لو استمع لها يكون هذا اللي هاين برامج كورتي اللي هاين وبرامج أباب اللبان أنا أقول ندعو منها قريب صف كورا وجهنا ديارا من هاي سيدا ولا شيء وش أكتنا مشروع أمني هي مشروع قرن ماذا وأنا السياسة دين وأنا الأسقاب اللي جرين وأنا قبيلة اللي جرين وأنا ننجع ليش من عيب اللي جرين وأنا ضلك أمني جيس روضة سنة هذا سواجب أبا ما تطعي مع مجواهر وعربا أنا كويدي محيي هنا أقبلها سلفت بلوشة الصناعية وحا مثلا بلوشة الوقت يقول لي ليا إن كانت في لغة الجلاء ست أوز أو سبعة، مركّة معين عقبلها بلشتك حتى إن دولت أي تجارة، إن هي لها من الأجيال البعثيين، إن إيه غلفتي ولا أي تجارة، إن دبعتنا على عيسى أي خيبت وتقطعنا أو أي كهرباء، معيتها مركّة عقبلها ست بشر. ومع السنت هاي بلشت عقبلها بدنا هرتها ست، لكن أنت أنا بلشت تيز وقول أنت علماء ربعنا وحكوا دروه لو. وده عذرك علماء واحد دقيين سوق حولها إلى شبيه واحد دقيين عن كلها سوق حولها إلى شبيه بكارة تدري تمن كدقم قبلها الصوماليات الكيمة ده أيوة علق الصوماليات واحدة علماء الصوماليات محدود دي أيوة من ذي السنة مسوس صباحان السؤال يتعلق بدك لبشران ده كان هدوليا فكر كان ولا من قريه وقدم كان ركن وصح لكن أنت لك أنا وين صومالي نغمشون ومقادم أقوليان صومالي نمقادمين ولا ماذا صومالي هذا فكر كل هذا قضي أيه أنا ممكن وأعرف تذا أنا قابو مداس وأه ولماذي أنا مقالة لندن أكيد ولماذا وين هو يمد سنة كستمر كسكولات كل حراي شو مصطفى شو أم محان كل عيوب بدن وصعدة مطمرة الوقت تاع وحال غلها لا هو يضي الماء ماشي سوبي مد وحي وعديان ضدك وحوين بالشارع طبعا سنة المجال هذا الجوغي ولي ما أركب المضى المجال هذا كل أقل وكو سيأسد كجل يكو أيها هذا أنسل إلى يري وبقنا يا الله وضبا أيها ضدك أنت السوبية رمال محفلة ما أركب وارك تمركو يمد شقيا وسيصبحي إيوحي كل حي ضد كان الشباب عبسيق ليانو ضد ترق لقل أو انت لصول لسوك يا رمال قورت لجروك عنا لجروك ولينا لو انت لا سوو علي ويد ديلينا وكو جيدنا والعبسي قلنا وحين نقدن قيب سياسي دن له او ربا ما انت مدعويني ما دا عاو فرماج جو هدو بربحو متك كلا ديما سيدي او تعلا وليه هبل وحما ما انا غا وحي دتك مركه قدسنه دا قبيل يا رير هبل كو كل جيران وحان كلو انو اركايه مغالده عقبده يسطو مغالده دلكا و بربري دتك كو دقن مركه قاركود وحان سليه dadkii saxda ah ma waxaa waayo dadka magaalada dadkeeda u dabqada Soomaalinimadii inay yartahay binaadnimadii inay lagu soo yartahay qofka qabiilka marka loo yeero jaakada waa weynaa xitaa hoteelada la soo taray dadada shan ugu dambeysay dadka ka xanuun badan oo lagu dhacayso dadka deegaanka degan ma jirto haddana ma arkay dad hira ama culuma ama xilibaana ama dad socdo iyo dad ka hadlay xataa ma jira afkan ma qabannin albiyadu da ka maqan horaa waxaan u dhahay 3 milyan oo ka maqan isku maqan lagu maqan yahay ayada dhanba guriyaha kala xiran qalbiyadu way kala xiran anuu markaa waxaan arkaa halka halka waxaan arkaa marka bulshada horta noocaas ah nin la cabsi galiyay oo baqan way laba meedkiyo inta yaala ayaa dukaan inta ka furayay kalbiya inta lagu jiraa lagu caawin maayo lagu qaadin maayo oo sidoo aad arkay sheegay hoteeladii waa la soo dhameeyay meel walba waa limid hal midna inaan ugaan waxa aan rabaa bulshada inaan u cadeeyo wixii shalay ka dhacay gobolka Banaadir ee darad shalay ugu dambeysay dhaawac la qaaday dhacda ka xanuun badan lagu ma dhacayso mar ku nii jabeyno hadii wax walba ay dhacaan mar raba qarannimada iyo dawladnimada waa u shaqeynayna laakiin waxaan rabnaa inaan ogaanno bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada inay isu soo baxaan بنانكي مادان قريها وحن نوجيفا إن الأوغان كاسر لبا أبا الله سيطع شيخ علي عقبضة بجواهر نفطية الشيخ علماء دياتيني ديكا مروى البكالين تينو على مارمان
idinku maxaad ku talinaysaan sidee caqabadahaas loo gudbi karaa? Bismillaahirrahmaanirrahiim. Horta marka ugu horeysa magaaladan xamar Muqdisho dadka jooga ana waxaan aaminsanaa dadka Soomaali ugu wadansan inay yihiin ugana dowlad jecel. Khaladaad oo jirkana afraadna qaldanaan karaan, laakiin waa dadka dowladda dhexe odhan haya, canshuurta bixiya, ganacsiga maxaan ku irahdaa ugu casrisan wadankan ka sameynaya iyagoo la dilayo oo la dhibaataynayo. Ganacsato badan baa lalaayay, guddoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ba kale lagu dilay, iyo ku-xigeenkiisa labadaba Bakari Sheekh Ibraahim iyo Cabaas Cabdicaali. Marka haddana udhowr adeegeen, horta waa dad aad u wanaagsan oo Soomaalinimadu ay ku weyn tahay. Dowladdooda bay gacanta ku hayaan, dhaqaalihii bay siiyaan, canshuurta bay siiyaan. Dabcan dhaqaalaha maanta dowladda ku taagan tahay gobolka ma yimaado, xamar kale ku yimaada iyo eriyadiisa. Taa marka waa ku ammaan yihiin. Amnigana maalin maalin heer buu maraya. Marka ugu fiicnaa hadda marka loo fiiriyo sanadii hore, magaalada dowladda intii jirtay labada sano maxamed cabdullahi madaxweyne ahay, amniga waxba ma iska bedelay magaalada. Anu waa tagaa waa socdaa ilaa horu xitaa maal utaxaan jooga xarar yaran kara ayaan aan maalin kusoo harsaday suqbacada tagaa inay degan yihiin. Meel kasta waxa waaye beledku isbedelaa ka dhacay, cabsida xataa dadka kasii yaraanaysaa. Taasina runta waxaa loo celinayaa dowladdan guulaha ay gaartay kama tahay hubka faraha badan ee magaalada ka socon jira waatigaada. Anu marka waxaan qabaa arrin farsamo kaliya hadhama fiir dadka dowladda waa rabaan oo uga yar duwana walaashay dadka deegaankan degan magaaladan degan dowladnimadana waa rabaan cudur qabiilnama dhex yaalo gobolka banaadirna way la shaqeeyan intay la shaqeyn karaan. Waxaa dhacayna waxa weeyaan dadka deegaanka mas-uulka ma ahan waday wixii soo jira maasa dhacay waxaa dhacdaan gobolka dhacda aad u xanuun badnaa, laakiin maalinka si iido saas laga jirtay sii soo dhabaana soo martay mana loo jixin jirin oo laga socday. Waxaan qabaa anugu marka in arrimaha faniga la galakaliya inta layska dhaafo isku dubtoorida arrimaha faniga waxa waaye in ciidamadana dib loo iskangareeyo si fiican loo hubiyo, laanu shalay hadda waxa dhacay meeqa ciidan ku wareegsanay xarunta jawaar lafteed waa inay ictiraaftaa gobolkii banaadir iyo maamulkiisii iyo ciidamadiisii dhammaystiran dibadda laga soo waray ma soo jebin. Waa khalad ka dhacay waay gobolka laftiisa ka dhacay waay, ama amni ahaan uga dhaco ama maamul ahaan uga dhaco, haddana amri ilaahay baa dhacay. Waa masalaasi dowladda kasoo bixi doonta kolley guddiya loo saarin la baari doona soo sheegi doona xaqaaiqda. Marka horta marka ugu horeysa waa in sidaan sheegay la ilaaliya maamulka gobolkaas qabanayo inuu damaan isku duwan yahay. Haddii khilaaf yar uu yimaado waa fashil maayo qur-aankan u sheegay, waan wax badan aragnay. Laba waa in ciidamada boqolka boqol gobolkaano dhan si 17 degmo ilaalinayo waa in hoggaankooda iyo iyagaba dowladdu ay si wanaagsan yacni u saxdaa. Qof la dhalili maayo taliska degeerka ugu sareeya gobolkan waa Adan Karsoono saadaliyaano agtafa waa jaranka jeneraalka, laakiin ciidamada waa in mid mid loo hubiyaa, laanu hal qof oo khalal amniga sameeya wixii gobolka dhaco kaloo samayn karaa wuxuu soo gudbin karaa qalab khatara. Waxaan kusoo gudagumaynaya bulshadana waa in 17 degmo orientationadooda anagu culimo haddaana kaalinteena waa qaadanayna jawaahir niyadda khayr hoo sheegto waana qaadataan culimada waa qaataan, laakiin annaga wax aan bulshada kale qaban karin oo aan haweenka qaban karin dhalinyarada qaban karin jaamiciinta qaban karin aan qaban lahayn waa afkaartan inaan radinno usuusheeda ayaga laftooda dadka aaminsana inta dad erga loo dira xiwaar la sameeyo ku dhiiradaan, laakiin taa arrima oo fanni aho dhinaca dowladda iyo aaliyaadka iyo iskaashiga baan tahay wax gacanteena ku jira maan anaga. Laba qof oo ugu dambeysa dhinaca taleefankaasi kadibna aan barnaamijkaas u gabagabaysan doonaa daawadaha ku jira halowqadka. Halow, salaam calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal Suudhow, magacaaga iyo halkaa joogto adigoo nooga faadeyna waqtiga noo soo koob. Waadi salaam walaal, waa ku salaamay maasha allahi, waa idin salaamay kulanka todobaadka, waa salaamay adiga wariya sheekh Cali Mudiid Dawaahir, waa idin wada salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Tan kale aniga waxaan dhihi lahaa kale aan soo jeedi lahaa culummada inay doorkooda qaataan oo si timaale qur-aan la akhriyo. Waxaa la yidhaahdii la yaabayaa in ka dhibaata jirto garoomada iyo masaajidada in qur-aan la ratibo, guryaha xataa la ratibo qur-aan. Dowladdan walaalaheena dhibaatada nagu haysin ilaahay naga xaqfido, iyukana qaluubtooda ilaahay qeyrsoo geliyo. Waxay dhameynahayaan waa walaalood, waxay dilayaan waa waalidkood, waxay halaagayaan waa garbahooda. In ilaahay soo hadeeyo, in ilaahay soo hadeeyo ay ummadooda soo dhex galaan, ay waxaan dhibaatadan ka tanasulaa xataa nagu socoto gobolka banaadir khaasatan. Waay, aad baad umahadsan tahay. Qofka kale ugu dambeeya aan siiyo dhinaca taleefanada, halow. Qadka ugu dambeeya taleefanada, halow, haduu i maqlayo qad.
Hello, salaam alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaal soo dhawow magacaagii halkaas joogto. Okay, la soco. Magacaagii noo sheeg. Walaal magacii waxa la dhahaa Aadan Maxamed Shariif. Aadan, xaggee joogtaa? Walaal waxaan joogaa gobolka Galgaduud, magaalada Madaxa Dhuus Mareed. Haye, hore u gal barnaamijka haddii aad la socotay. Walaalow, Sheekh iyo Jawaahir Baarab waan salaamayaa. Kulligii waxa laga hadlayo arrimaha maaragtay gobolka Banaadir hal wax baan u gartay ma garan. Horta gobolka Banaadir halkiisu qof ee laba ma saarno, dowladna ma saarno, waxa saaranaya shacabka Soomaaliyeed dhan maal agaasina maal sheekh maal madaxweynaha dadka maaragtay ummadda dhan matala. Waxaan u arkaa inuu amnigiisa saaran yahay ma garan. Jawaahir Baarab waa iyo dadka la shaqeeya maaragtay Cabdifatax Cumar Xalanaa ninkii ugba og gobolka Banaadir waxyaalaha ay kasoo qabteen iyo intay badan ay u taagnaayeen ummadda Soomaaliyeed dhan way garanaysaa ma garan. Waayo adigoo waqtiga nooga faahfaahinayaa soo koob, maxaad aad soo jeedinaysaa adig? Waxaan soo koobaya amnidarada gobolka Banaadir ka jirto waxa sal u ah ciidanka. Culmadu waa dilaalaysaa, waa dilaalayaa culmadu markay waxa dhacaana in la waraysa keliya maaha culmadu waan dhihi lahaa maaragtay ha laga shaqeeyo arrimaha diiniga ah dadka si toosa looga tafsiiriyo miidiyaha toosa loo istaago. Waxaan dhihi lahaa fikirkan fikir maaragtay ummadda Soomaaliya lagu xasuuqayo waaye. Waxaan dhihi lahaa waa tahay waa aad baad umaadsan tahay Aadan Maxamed oo Dhuus Mareed naga soo wacay Shiicali iyo Maamul Jawaahir. Waxaan rabaa hal su-aal hal su-aal Maamul Jawaahir aan ku bilaabayaa. Gudoomiye Jawaahir, adiga ugu dambeyn magaaladan intaasoo ciidan baa jooga, dhaqaalihii ugu badnaa dalka baa kasoo baxa, maamuladii idigooyinkii iyo haweenkii iyo kulli wax walba waa ay socdaan waa la shaqeynayaa, haddana kulli dhibaatadii way taagan tahay. Marka ugu dambeysa sidee xal waara lagu gaari karaa dhinaca nabadgelyada iyo xasilooni buuxdina caasimada la gaarooda soo kooba? Wallahi aniga waxaan qabaa waxa aynu la hadalna ubaahna waa shacabka. Dowladaan shacab lahayn ma socon karto. Ciidamadana waa laga hadlayo anuu ciidanka haddaan rabo aragtidoodii waa ka hadlaan dhahna ma qaadan karo waqtiga la siiyo. Wixii dhacay iyo siday u dhaceen maanta ma taagnay maxaa aan ka baran karnaa iyo xagga u socon karnaa waayo. Waxaan u fahmayaa aragtidooda guud cadowgu inay dhaha naga ridaan nalaayaan ka go-anta, laakiin annagana gacmahan isaga celinay inay noo diyaarsiyin. Ani waxaan arkayaa isku hadlayn siyaasigii iyo shacabkii iyo cid walbaba. Shacabku wuu shaqaystaa, gurigiisu tagaa, wadada lagu dhibaatay ka hadla. Waana xaq inuu leeyahay inay ka hadla. Laakiin waxaa maqan sida ii muuqata caqabada inay tahay anigu aragtidayda qof wax raba oo weli wax duminayo, kaasaan arkayaa. Siyaasadda weli wax ka qaldan yihiin, culimmadan weli dhaliil weyn ka qabaa, waayo magaaladan waxaa ku dhaqan maaha dadka deegaanka u dhashay keliya ma, waxaa ku nool ummadda Soomaaliyeed, waa astaantii, waa caasimadii cadowgu wuxuu noolaynayo loo taargad garaynayo. Waa wax weyn, waa dareemaysay walaalkii ugu dambeeyey ka hadlayay Dhuus Mareed joogay waa mahadsan yahay Cabdifatax Cumar Xalane iyo intii gobolka Banaadir maanta ka dhacday ugu qiimaha badnaa tiirarku waa waqti badan soo wada shaqaynay ayaa maanta dhintay. Waxaan aaminsanahay marka wixii nagu dhacay ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaceen waxaan wax u haynana waa ummadda Soomaaliyeed. Gobolkan iyo wuxuu yahay iyo daqiiqadana laguma soo koobi karo. Waxaan rabaa marka aniga aragtidayda maxaan ka baranaynaa iyo xagga u soconaynaa iyo maxaa yeelamaane anigu fikirka aan qabo madaxweynaha dalka ugu sarreeyo bulshada meel walbay joogaan dhammaan inaan maanta wixii ka dambeeyey aan ogaano cadowga kuwa guryaha noo jooganayay ciidana ma soo weerarin, gaarina laguma dhufan, xaggee ka yimaadeen lama amnigan u daynin. Waxaan rabnaa marka sidee loo suubin karaa. Aniga waxaan qabaa marka Faysalow maanta magaalada waxaan islahaa isku soo bixi doonaa. Waxaan islahaa dadku go-aanay qaadan doonaa. Waxaan islahaa dadka gobolka Banaadir ku dhaqan xubnihii ugu muhiimsanaa maanta ay ka dhinteen inta dhibku gaaro maanta waa yaab badan. Inta gobolka Banaadir Cabdullaahi Dheere ka dhintay oo Xalana ka dhintay
inaan anago isku duuban fikirkaanaan ka hortagno qofka territory laga wacay aadaya laakiin gurigiisa hortiisa kan jiifo aan dowladdu u sheegi karin kana tilaabsanaya qaraxa yimiinada anuu kaasu ma arko inuu yahay muwaadin soomaaliyeed wallaahi darintu anugu sideedaba inuu siyaasadda amnigu qabo sideedaba amnigu waa ka duwan yahay siyaasadda qofka mana waa taabanaya anugu waxaan tala kusoo jeedinayaa laba qodob qodob horan u sheegay oo qodob hadda ma ahan anagu aan khiyaar u leenahay inaan wax ka baranno sida fikirka loo dagaalamo dowladdii ku guuleystay barnaamijkaasna hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta qaranka laga rabo inay keenaan taas marka waxaad aniga iyo jawaari inala weydiiya hataa ay tahay maaha waa wax waajibka dowladnimada u faraayo waayo taas markii laga tago waxaa kala soo haray kaalinta kaleeto la doonayo waxaa weeye 17 degmo aan waxaan qabaa amniga in la shacbiyeeyo la shacbiyeeyo laga daayo markasiyada waxyaabaha amnigaan ugu soo kalan waxaa ka mid a amnigaan dusha kaliya rabo inaga keeno ee aan hoos marna hoos soo degay amnigan waxaan qabaa 17 degmo degmo walba hal abuuro istraatiiji ahaan guryaha ku yaalla dadka ku nool waa la yaqaanaa in amnigadeedu ay sugato boqolka boqol kadibna 17 degmo si guud la soo xiro amnigooda macquul ma aha in baabuur magaalada aan dibadda kasoo gelina gudaha lagu diyaariyo maalin kasta qof qarxiyo ama bambe lagu soo xiro dabar lagu soo xiro guri lagu soo xiro ama oday lagu soo xiro marka arrintaas waxay u baahan tahay in daakhil ahaan loo diyaariyo middaan ah in maamul idaarad kastaba la sii kala hufo oo aada loo baaro sida hadda gobolka banaadir orato waay wax ka dhacay kama dhici dalka intiisa kaleeto weli muqdisho kama dhicin waxa hadda gobolka dhacay dana muqdisho waxay dhici jira waxay ahayd ama ciidan soo weeraray ama baabur la geliyo lagu dhiftay mas laakiin tan waa arrin maamulka gudihiisa iyo amniga gudihiisa u baahan in laga keeno sirta dhabtooda meeshaan ku jirta yaa soo geliyey qaraxaan lanna waa afarta kooban gobolka ciidamadii joogay wax soo dhaafa ma jiraan oo yani weerar kusoo dhaafay muxuu kusoo dhaafay marka taas waa masale gaara waayo laakiin guud ahaan waxaan u sabixilaya anigu in alamn alfikri in la diyaariyo weli lama taabanay amniga ciidamadan la deegaameeyo la shacbiyeeyo aada baad umahadsan tahay sheekh cali sheekh maxamuud sheekh caloojiis iyo guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir jawaar baarqab aada baan ku mahadcelinaya daawadayaasha reer muqdisho iyo sidoo kale s n t v ba nagala socday iyo dhegeystayaashaba aada baan ugu mahadcelinayaa barnaamijku kulanka todobaadka todobaadkan daawayaa dhegeystayaal halkaa buu nagu eg yahay